أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من سبتمبر الجاري المدرج على جدول أعمالها الاستجوابين الموجهين لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. هذا وكان مجلس الأمة قد جدد في جلسته الخاصة اليوم الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، كما جدد الثقة بوزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي. انتهينا للتو من الجلسة الخاصة التي دعيت لها للتصويت على طلبي طرح الثقة. الأول كان طلب طرح ثقة موجه للأخ معالي وزير التربية والتعليم العالي، وقد صوت على طلب طرح الثقة بالموافقة 15 وعدم الموافقة على سحب الثقة 29 والامتناع 3، وبالتالي تم تجديد الثقة بالأخ معالي وزير التربية ب 29 صوت معاه، 15 ضده و3 امتناع. وبعد ذلك انتقلنا للتصويت على طلب طرح الثقة المقدم في الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورفض طلب طرح الثقة أو سحب الثقة من الوزير 32 ووافق على سحب الثقة 16. بالتالي يعني جددت الثقة للأخوين الكريمين وزيرا التربية والداخلية. هذه هي الديمقراطية. الإساءات، بعض الإساءات وبعض التصرفات اللي حصلت في الجلسة نتعامل معها وفق اللائحة وستشطب وفق اللائحة. إضافة لي أيضا أود أن أنوه بأن للشعب الكويتي، تعرفون هذا موسم انتخابات، وبالتالي أنا لاحظت أن البعض سواء من المرشحين أو من غيرهم يتحدث عن أو نواب يتحدث عن سيناريوهات معينة ويبنون على هذه السيناريوهات أحكام وتحاليل ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأمور كلها غير صحيحة. هذه ديمقراطية بإيجابياتها وبسلبياتها، تحكم وفق الدستور ووفق اللائحة ووفق الإجراءات المتبعة سواء دستوريا أو لائحيا أو قانونيا. اليوم انتهينا، الجلسة القادمة جلسة عادية يوم الثلاثاء القادم مدرج عليها استجوابين لرئيس الوزراء، ومن ثم في مجموعة من القوانين. فيما يتعلق في فض دور الانعقاد سنكون على تشاور مستمر أنا وأخي سمو رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد فض دور الانعقاد وفقا لظروف المجلس الحالية. إذن وللحديث أكثر عن جلسة اليوم ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي. نواف، عساك على القوة من الصباح الباكر وأنت معنا في مجلس الأمة لتنقل لنا الأحداث. نواف، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل جلسة اليوم منذ البداية حتى نهايتها؟ شكرا لك سعود، وتحية للسادة المشاهدين لنشرة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. نحن الآن متواجدون في مجلس الأمة، وللتو انتهت هذه الجلسة الخاصة الثالثة هذا الأسبوع في مجلس الأمة. جلسة اليوم سعود واضح أنها كانت يعني محدد لها بأن يكون يعني حتى تقريبا الساعة الثانية وأنها تنتهي، وبالفعل يعني في هذا الوقت انتهت مثل ما كان هو يعني مدرجة على جدول أعمالها ما يتم مناقشته اليوم. طلبي طرح الثقة موجودين اليوم، وذلك بعد أن انتهت الاستجوابات في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي. كان هناك استجواب مقدم لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي من 3 نواب، وهذا الاستجواب انتهى بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة، وحددت جلسة اليوم الخميس بأن يكون هناك التصويت على هذا الطلب. وقد جدد مجلس الأمة الثقة في معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي في جلسة اليوم، وذلك بعد أن رفض 29 نائب طلب طرح الثقة، مع كانت هناك موافقة ل 15 نائب وامتناع 3 نواب. وبذلك اليوم مجلس الأمة يجدد الثقة في وزير التربية والتعليم العالي. بعد ذلك كانت هناك مناقشة للطلب الآخر الثاني، وهو يمكن كان موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والطلب الطرح الثقة اليوم تم مناقشته، وذلك بعد أن انتهى الاستجواب في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي، الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف لمعالي الوزير، وكان من محورين، وانتهى الاستجواب بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة في معالي الوزير، وحددت أيضا جلسة اليوم للتصويت على هذا الطلب، وأيضا مجلس الأمة يجدد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح برفض 32 نائب لهذا الطلب مع موافقة 16 نائب، وبذلك مجلس الأمة يجدد أيضا اليوم في الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وبعد ذلك رفعت الجلسة للجلسة القادمة وهي الجلسة العادية مجلس الأمة، كما ذكر قبل قليل في تصريح رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم بأن جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل سوف تكون جلسة عادية، ومدرج عليها طلبين من الاستجوابات لسمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر باستجوابين مدرجين على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل. الاستجواب الأول مقدم من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والاستجواب الآخر من النائب الحميد السبيعي، وأيضا هناك قوانين مدرجة أيضا على جلسة يوم الثلاثاء المقبل. نعم. أما مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي، شكرا جزيلا لك.